المقاربة التشاركية لإعداد برنامج تنمية العمالة للفترة الممتدة ما بين 2022 و 2027. نظم مجلس عمالة الرباط لقاء تشاوريا مع المواطنات والمواطنين وجمعية المجتمع المدني والفاعلين المحليين تحت شعار المقاربة التشاركية رافعة للتنمية. اللقاء التشاوري تيجي في إطار إعداد برنامج تنمية عمالة مدينة الرباط للفترة الممتدة ما بين 2022 2027، واللي تيستمد الروح ديالو من الدستور ديال 2011 اللي هو نادى بالاستشارة مع المجتمع المدني. الميثاق والقانون التنظيمي المؤسس للمجالس العمالة والأقاليم قانون 112-14 سيلح في مرسومه إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني من أجل إعداد البرنامج ديال تنمية مجالس العمالة والأقاليم، وخصوصا احنا في العاصمة. ففضل الله تعالى تمكننا اليوم من عقد اللقاء مع المجتمع المدني، واللي كما لاحظتوا جاء بكثرة. كما لاحظتوا نقاش ومستوى من نقاش من مستوى عالي يشرف العاصمة بفضل الأطور اللي تترأس هذه الجمعيات واللي حاملة لمشروع على مختلف المجالات الاهتمام ديال مجالس العمالات والأقاليم. هناك من الرياضة، من الإعاقة، هناك من التنمية، هناك من الاجتماعي، محاربة الهشاشة، والتي يهتموا بالفئات الهشة داخل المجتمع. فأنا فخور أنني انتمي للمدينة تزخر مثل هذه الكفاءات، فهنيئا لنا بهذا المجتمع. الانتظارات هي ما يقومون بهما: أولا مناضلون كثير العطاء، تنتظر منهم أنهم يبلغوا هذوك العمل ديالهم اليومي في خلال ورقات وافكار ومشاريع يمكننا ندرجوها في اطار برنامج العمل ديال مدينه الرباط. تنعتبروا هذا اللقاء التشاركي او التشاوري اللي نظموا مجلس عماله الرباط هو لقاء تشاركي ايجابي ومثمر، يكون عنده الاثار الايجابي، بخصوص انه شرك فعاليه المجتمع المدني من جميع الاطياف ديالها والتوجهات ديالها. واليوم في اطار وضع البرنامج ديال المرحله المقبله في مدينه الرباط. نعرفوا ان مدينه الرباط هي مدينه يعني تتعرف مجموعه من الاوراش الاجتماعيه والثقافيه وغيرها من المشاريع التنمويه اللي تدخل في اطار المشروع التنموي ديال الرباط مدينه الانوار. اليوم كفعاليه مدنيه هذا اللقاء التشاوري باش يستمعوا للصدى ديالنا والصوت ديالنا، وبخصوص بما ان الفاعل المدني هو فاعل ميداني، يعني تيكون هو صوت المواطن وتيعرف عنده واحد يعني علاقه على ارض الواقع، تيعرف المعاناه. وايضا هذا اللقاء التشاوري يكون مثمر لانه يساهم في بناء البرنامج برؤى ايجابيه من اجل تطوير المردوديه ديال العمل ديال مجلس عمالة الرباط. هو كما تتعرفوا ان المشرع والدستور المغربي اعطى صلاحيات كبيره للمجتمع المدني وتم دسترته، وهناك مجموعه من القوانين اللي تدعو للمجتمع المدني باش يكون الاشراك حقيقي للخطب الملكيه الساميه للتوجيهات الساميه. اذا هناك دور الفاعل المدني هو دور اساسي بجانب المنتخب من اجل دعم عجله التنميه في اي منطقه كانت، وبخصوص ان عاصمه المملكه تحتاج دعم الجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.